يلا السلام عليكم يا شباب. شوي بتكلم على موضوع حفاظ النعمة. علمهم اليوم جوني شباب من بريزبن، نشرح لكم بريزبن وين بالضبط. هذه خريطة استراليا، استراليا طبعا كبيرة جدا. هذه مساحة استراليا ما يعادل مساحة أوروبا تقريبا، يعني لو تشيلها تشيل تقريبا 52 دولة من أوروبا أو تقريبا 40 دولة من أوروبا. فهذه استراليا. بريزبن اللي هي هذه بريزبن اللي هي مقاطعة كوينزلاند، وجون الشباب من تغريل من بريزبن إلى المنطقة اللي أنا فيها ملبن، فعزمتهم على المطعم وصراحة يعني زمان من زمان شباب من زمان ما شايفهم، ولكن الحمد لله فيني طبع والحمد لله هذا سبب رضا رب العالمين علي، الحفاظ على النعمة. والله ما انحرجت، تعشوا شباب، عفوا تغدوا. قلت لهم يا جماعة ترى أنا ما قط الأكل، انتبهوا لها، أنا الأكل ما أرميه، هذه نعمة رب العالمين، زبالة ما أرميها. فقالوا أوكي بالعكس شو سوي فيها؟ قلت والله أعطيها للطيور أو أعطيها للشق أو أني يعني أكلها، ما عندي مانع. فأمانة لهذا السبب أخذت شوية حق الغداء أو بكرة، يعني بكرة إن شاء الله أتغدى فيها. أهم شيء أنك ما ترمي النعمة، أهم شيء، وهذه من سبب زوال النعمة أنك ما تستهين نعم رب العالمين. ولكن الحمد لله أنا بما أني ما أكل وايد أحب أني احافظ على النعمه، زين حطها هني ونغلفه. ولكن الطريقه الثانيه ايضا انك تحتفظ فيها انها تعطي للطيور او الحيوانات او اي شيء. طبعا انا معود ربعي واصحابي هالطيور هذول شفتهم، معودهم اني اي اكل يزيد اني، لان الحمد لله استراليا ما فيها فقره، فهذا السبب ما عندك انك عندك جارك، وهذا بفضل رب العالمين، ما عندك جاره فقير او ما عندك احد حواليك ما عنده راتب، إذا ما عنده راتب الحكومة تعطي راتب، واللي ما عنده سكن الحكومة تدبر له سكن. فأنا معود الطيور أني أي شيء أكل يزيد عندي أني أحط لهم هني بهالطريقة هذه. خلال 3 دقائق على 3 دقائق، خلال 30 ثانية تلاقي طيور الجيران كلهم بيو هني. alright شوفوا الحين راح تشوفونهم أنا شوي، شوفوا كل الطيور، شوف كل الطيور شفتهم، هذول الشباب كلهم جو خلال أقل من 10 ثواني. طبعا خافوا شوي، الحمد لله. يعني من أهم سبب زوال النعمة يا جماعة هو اللي حفظ الحفاظ على النعمة. الحمد لله الله أكرمنا أن نحافظ على النعمة. فأنت إذا عندك أكل زايد، نعمة زايدة، إما أنك تخليها أو تعطيها الفقير أو أنك تعطيها للطيور، طبعا اول حيوانات مثل ما قال طبعا الحديث صلى الله عليه وسلم، لكل كبد رطب اجر فيها. فسبحان الله، يعني اي شغله عندك كبد فيها اجر، تعطيه الحيوان، تعطيه البهيمه، تعطي الطير، لكن لك اجر فيها. والحمد لله على العموم، هذاك ظلي انا على العموم. وشكرا على المشاركه يا شباب، وان شاء الله اعطيكم موضوع ثاني على اللي في استراليا او في ملبن. السلام عليكم.